السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد كما ديما. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في سجينة ديالنا الاخوان. المهم الاخوان كما شفتوا في العنوان، ديك النتيوه اللي شريناها في الفيديو اللي فات راه كانت مريطه شي حاجه، عاد اكتشفتها الاخوان ماشي شي مرضي، ديك الشخره الاخوان فهمت، والشخره فيها ماشي ديك الشخره تعاوتاني، كاين شخره وكاين شخره، وكاين بعض الحمام الاخوان كيمرطوا بالشخره راه كتجيهم صعيبه ما كيقدروش يتنفسوا، هي ما فيهاش بزاف غير شويه وصافي وانا زرب عليها فهمت. يلا بدات هاد الصباح هذا، ولكن باش شريتها كانت كتريش فهمتي، كانت فهمتوا كيفاش، انا دابا شاد عليها هنايا الاخوان كانت الريش ديالها كتنفخوا، ملي كينفخوا الريش ديالهم شويه كيكونوا راه يمرطوا ولا مراطين فهمتوا. ودابا اليوم في الصباح صبحت فيها واحد شويه، دابا لما عطيتها شي الدواء الاخوان راه غدا راه ترجع كثار من هيدا فهمتوا. دابا نزربوا عليها ونعطيو لها الاخوان دوك فلاجيل، راه هو انا نوري لكم هذا الاخوان كنشبر عليه بجميع الامراض، واخا كتمرض لي شي حمامه اي حاجه، يا الشخره يا شي حاجه اخرى هيدا، كنشوف الحمامه ما ماشي هي هذيك، كنشبر نص حبه ديال الدواء هذا الاخوان وكنعطيه لها صافي كترجع مضخمه الاخوان. الحمام راه فارقتهم فيديو اللي فات ما شفتهم انت وكنت تد عليه هنا، الدكار هذه كانت بلاصتو وقلت الاخوان دخلوا من هنا حسان فهمت، راه الدكار تد عليه الصندوق لا سمحي هذه اللوحه هذه نسيوا الاخوان، هو داك الدكار راه سد عليه فهاد الصندوقه هادي، راه الما ديالو تمايا، عملوا الطاجين هنايا ويا هي الاخوان. راه قبل ما نهود دابا انا كنت في السطح عاد هود جبت التليفون وطلعت معايا الدواء، قبل ما نهود كانت فيها شويه الشخره الاخوان، كنت كتستحضر ما تسد واحد شويه فهمت. دابا كما كتشوفوا بحال ما فيها والو، ولكن هي مريضه فهمت واحد شويه، انا نزربوا عليها الاخوان. وما راه دابا باقي ما فاهمينش فهمتوا، دابا الا لقيتهم الاخوان راه يضربوا، راه يلا البارح باش سديت عليهم هنايا نخليهم الاخوان هيدا شي يومين ولا ثلاث ايام حتى يولفوا بعضهم مزيان عاد باش نلاقيهم. وواحد واحد الخبر الاخوان ما تفهموا من النوار لا باقي عاقلين، ديك واحد الدكار كحال كان عندي هنايا الاخوان، كنت كان في هاد البلاصه هادي والدكار اخر هو هذايا، طلعت الاخوان البارح للسطح شنو كنشبر ديك الدكار اللي كان هنا خوتي صدقت لانت وانا ما بخباريش، لقيتها تزوجت مع هاد الدكار هذا، راه هي فين هي لا باقي عاقلين عليا، كنت كنقول لكم عندي جوج دكورك وحال كيكونوا هنا الاخوان. ها هي نسيو صدقت نسيو والله العظيم اخوتي ديما كاينش في خبار، هي هادي تزوجت مع هاد الدكار هذا، تزوجوا راسهم اخوتي، هادي كانت في بلاصه هذا هي جاتنا عنده صافي، باش كنت حيدت لها هاد البلاصه هادي دابا هي اخوان هادي كانت بلاصتها، انا كنسحب لي الدكار شبرت هذوك الاخوان سديت عليهم هنا، هي بقات كدوري هنايا فهمتي، ما شبرت حتى شي بلاصه بقات كدوري هنا صافي، هي جيت تجوج مع هذا اخوتي ها هي نعم عادي، كنسحب لي الدكار الاخوان راه هي فين دخلتهم فاهمين مع بعضياتهم، خصني ندبر لهم شي طاجين، وجاو مع بعضهم جوج بهم كحل، هادو راه باقي ما حطوش الاخوان، راه هو العش ديالهم كيوجدوا تمايا، هاو نسام تمايا هادو الاخوان تاهما راه باقي ما حطوش، شو انت وفين كتسخن شوف عندك كتحط نعناع، راه العش ديالك راه هو ديك القنية تعملو من العش، هذا باغي يخسرنا الكاميرات. انا جبد نتيوا دابا الاخوان وتشوفوا، والله الا كنسحب لي الدكار انا ديما كيبقى لي هاد المشكل اخوتي، حتى هذا صاد الدكار هذا اخوان بياض اللي باغي نلقي مع هاد نتيوا شحال هادي كنسحب لي نتيوا، كنسحب لي كنسحب لي نتيوا عاد كنت شفتو الدكار. المهم ها هي الاخوان هاد نتيوا هادي، ها انتم كما كتشوفوا راه باقي لها الريشه الاخر، ها هي فيني هي هادي، راه خلقي بشهر خمسه فهمتوا، هادو بويطا هما الاخوان فاهمين مع بعضياتهم هنايا، واخا باقي مبغاوش يحطونا على شبر معاهم مشكل، هادو مبغاوش يحطونا والو. ها هو الاخوان راه قسمت واحد الحبه لتحت عاد باش طلعتو فهمتي، حيت نص حبه راه كافيه، نص حبه في 24 ساعه او لا 36 ساعه على حسب فهمتي، على حسب الحمام. دا
دابا هاد الحبه الثانيه يا الاخوان. دابا اليوم شنو اليوم شحال دابا الساعه؟ دابا راه دابا 3:30، يعني الحبه الثانيه غادي نعطيها لغدا بالليل، فهمت؟ غدا مع ديك العشاء غادي نطي لها الحبه الثانيه. المهم الاخوان انا نخشي هادي هنايا. المهم الاخوان انا نجبدها دابا من تمايا ونطي ولاد الدوان زربو عليها. ملي كتكون في شبرا موطا كتكون مرايشة، مع كنقرب يدي عندها كتخلع كتخرج صافي كتعوض. خرجوها من تمايا ونسدو لها ديك البلاصة ديالها باش مترجع على شحال دينتي من هنايا لين هاد اللوحة هادي، باش متدخلش نتما ونبقاو داخلين موراها. انت هو الليل كاين الاخوان واحد التعليق كيقولوا لي ذكر، واحد جوج تعليق قالوا لي ذكر. انا بيدي الاخوان راه الفيديو اللي فاتح بلي ذكر في واحد اللقطه، ولكن راه متاكد من نسيوها من غير ان هذيك كدرا بيضه، ولكن انا باش جبتها الاخوان راه كانت مع الذكر ديالها في الصندوقه ديالهم، فهمتوا؟ وهذيك اللي معاه راه باينه ذكر، وما يمكنش يكونوا ذكر وذكر الاخوان وما كانوا فاهمين مع بعضهم، يا خور كان كيكركر عليها بزاف، فهمتوا؟ المهم الاخوان انا دبرت هاد البلاصه هادي على قد الحال، نصور لكم الاخوان بالزربه والحايده ندخلوها المطعم. وهي انتم اخوتي اش فين دخلت؟ باش دابا سدينا على ديك البلاصه نفتحوها باش تدخل بحالها. هاهي ولفات واحد شويه ديك التكركر اللي كتعمل ماشي ديال الذكر الاخوان، فهمت؟ راه تنتاوي كيكركر فهمت، ولكن ماشي ديك التكركر، يعني ماشي تانيه وقفت، حيت دابا انا كنهضر مع ديك واحد جوج الناس الاخوان في التعاليق قالوا لي راه ذكر، فهمت؟ ما هي راه باينه فيها نسيوها اخوتي. رطينا على داك الدواء راه الماء ما زولتش ولا الاخوان، الماكله باقي لها واحد شويه تمايا على الله ما تاكلهاش. حيت الاخوان واحد المره الاخوان ذكر هذا شحال هادي شي عام دابا الاخوان كان مرض، عطيتو الدواء الاخوان وبشكل وشرب مرا مني دازت الاخوان مبقيتش عاقل واش في ذاك النهار ولا على غدا تقيا الاخوان الماكله كامله لقيتها مقيه. دخلت ليوتيوب وزيد تاكدت كيقول لك ملي تعطي الحمامه ديالك الدواء عطيها شي ماكله. دابا راه محيد لها الماء والماكله ونخليها هيدا شي 4 ولا 5 ساعات عاد باش نعطيو لها الماء الاخوان. راه بداو يتفاهموا مع بعضهم واحد شويه، نسدو عليها اخوتي باش يزيدو يتفاهموا مع بعضهم الاخوان. هاد الفيديو هذا عملتو له اهم حاجه مش على هاد الزويجه هادي، عملت هاد الفيديو الاخوان على هاد الزويجه هادي بغيت نشاركها معاكم اخوتي. وما كيفاش فهمت هذا ديما كنسحب لي نتيوا الاخوان، كون كنسحب لي هادي نتيوا اخوتي ما كنتش نشري هاد النتيوا اللي جديده دابا. المهم الاخوان هذا راه النهار الثاني، هذا ماشي نفس النهار اللي عطيت هاد الدواء الاخوان، راه مازال حتى شي الحبه الثانيه بانت لي مزيانه، وهذيك بدلت لهم بلاصه اخوتي، كل مره كنبدل لهم بلاصه بانت لي هيدا حسان. هذا سديت عليه هنايا بديك اللوحه الاخوان اللي كنت سد على هادو رجعتهم بلاصتو سديت عليه بهادي. نتي وكاليته هنايا راه كيبانو بعضياتهم بحال عامل شباك بيناتهم. هي هنا يلا عطيتهم ماكله دابا اخوتي. الحميمة تبارك الله. المهم الاخوان دابا غادي تلقونا الحمام، واذا قلت لكم الاخوان هاد الفروخه هادو عمرهم ما خرجوا من السطح، عمركم ما تيقونيش. هاد الفرخه هادا وديك الفرخه بيض هادي راه يما عمرهم ما خرجوا الاخوان من السطح، خرجتهم شي مار دابا اول مره نخرجو من السطح. خرجو يتشمشو الاخوان راه اليوم طلعات الشميشه. هذا تا هو شحال ما خرجتو كنسد عليه هيدا، حيت ملي كنفتح له الاخوان كيدخلو هادو كيديو له البلاصه ديالو، فهمت؟ كيضربوه. ما الحمام كان خصهم يخرجو شحال ما تلاقتو. نسيوها ديال هدا الدكار ديالها راه خرج، نطلقو لها تاهي تخرج.
هادي دخلات عاوتاني اللي كتكون هنايا. المهم نخرجوا هادو دابا. الزواط عنده دقمو. فهم والو شوشو. عبقري يا اخي. كنخرجهم هما كيدخلوا. سبحان الله الاخوان هاد الدكار قد فريخ هذا. طلع فوتوكوبي داك الدكار اللي كان بيض هرب. داك الدكار بيض اللي شفته هرب. نفس اللون ديالو. فيه واحد شوية قهوي في الجناح وفي العنق. مكيبانش ديك القهوي. ديك القهوي اللي فيها ضعيف. هذا انتيوا ديالو دخلت. ما باغي يدخل عنده. هاي انتي وديالو يادي. فروخا نفهمو والو. والله العظيم اول مرة يخرج. هادي انتي ودابا اخوتي. انتي واش كتعمل؟ يا كنسحب لي دكار. كتبقى تكركر على الدكورة وشو. داك تكركر هو هذاك الاخوان اللي نتاوي. في الاول كنسحب لي دكار. انت تزوجت مع داك ديك الدكار. ديك الدكار عند خوتو ما خضرا. هاديك عرفتها انت. هاهي هاد نسيوا بيضا. مشات هاديك الدكار ديالها. الدكار ديك الدكار بيضا الاخوان. اول مرة يطيريتها. مكيطيرش مرة الاخوان ديك الجهة. حتى دابا طارت نسيوا ديالو. عاد باش طار تا هو. شوف شوف فين مشا وقاف. عمرو ما كان كيطير تماه. حدو السطح. مشا عندك هيدا عادة شي مر. هيدا بابا هضى علي. اول فيديو في قناة الاخوان ديك التصويرة ديال ديك الدكار اللي في الصورة راه بابا كان ضى علي بحال هيدا. ومع ديك نسيوا بيضة. كانت نسيوا بيضة الاخوان طارت من الجهة هادي. طارت ويتبعها هي ترجع وما رجعش. هذاك الاخوان ديك الدكار اللي كنهضر لكم عليها. الدكار زرق واحد الدكار قديم اخر ماشي هذاك اللي يلاه بعتو مؤخرا. كانوا عندي جوج. هذا كنت كتفرج فيديو قدامين راه تعرفوه. كنت سوا مشات. هذيك اللي حضنا الاخوان على البيطاج ديال الكاتيطان كما شفتوا في فيديو اللي فات الاخوان. عطاهم للعيد ولد خالي. هذيك الدكار ديال حيد كنت حضنا الاخوان. مشى حيدا من تصحدين. مشى هو حضا موراها مشات هي خرجت طهرت هو يخرج يتبعها. يعني شو لا منظر ما حضا ما خلاها تحضا. ها هي هاد فروخا خوتي خصهم يدخلوا مع ما متنسين شي. فهمتوا كيف كنوني اللي كنقول نسطم عليهم. غنخرجوا الاخوان هاد الفريخ هذا نسيتو مره. هاد الفريخ ما كنطلقلوش حتى هو كما قلت لكم. كيكونوا هنا ديك الزويجه كيدخلوا كيديروا بلاصه عليها كنسد عليها. كنخرج هو حتى هو شحال ما خرجش من السطح. حتى هو طلع هاد الاخوان نفس اللون ديال الخرف. يا خور هو هاديك طلع نفس اللون ديال هذا. شوف نفس اللون. الجويه نطلع فيه مزيون الاخوان. ها هما الاخوان. دابا هادو الاخوان راه دخاهم. خاهم ولكن ماشي من نفس الاب. فهمت كما قلت من قبيله. هادو كبارين الاخوان. هاد الخين اب عاد خين نسيتنا الاخوان باباهم. عندهم واحد الاب اخر زرق من غير هذيك اللي بعته مؤخرا. هذيك اللي بعته مؤخرا هو الاب ديال هاد الفروخه هادو. وديك الكوحه اللي لداخل. كاين هاد الكبارين هذا ونتيوا ديالو. وديك الدكار بيض الاخوان اخر اللي ملاقي مع لانتا بيضة كبيرة. وديك الدكار اللي سد عليه الليهل مع ديك نتيوا جديدة. هادوك ابع بيهم عندهم واحد الاب قديم. هادو الصغارين وديك الكوحال. هادوك عندهم واحد الاب اللي يلاه بعتوه الاخوان في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي قبل اللي فات ماشي اللي فات.
هما دو الاخوان دابا تجي انت وتدخل تحضن فتحوا ولا انا دوزي دوزي تحضني على ديك البيطاش عندك الزهر اليوم الحراره بعدا ما يبقى الامور انا دغيا صافي ودخل دكا تايا باغا تدخل هيا اتصلت ايدك راي عطك خالي حضن هاديك تكرش هنا راهي هرس لي شي بيضة ما العظيم شنا راهي هرس شي وحدة واقيلا بقا يدخل بحال يحضن عليه وبقى يكركر تماي هاو مرحبا مع الاخوان راه بداو كيدخلوا راه دخل الدكيار هذا اللي كيكون في ديك البلاصه اللي هان كيقلقل لنتيوا الاخوان باغا تنوض باش هو يحضن فهمت دابا ديرو القيته ديالو راه هي عامله معاه مزيان دابا الاخوان هذا دابا شحال الساعه هذا بالربع عامله معاه طب دم مزيان دابا ملي فتحت لهم الباب مشى هو ناض وخرج يطير مع راسو وخلاها هي حاصل هنا كاش حظا المهم الاخوان راه دخلت دابا تقريبا النص ماشي دخلتو ما دخلو الراس هذا اللي دخلتو يعني هذا كيما شفتو دخل راسو وديك الفريخ لي تلاقت له قبيله هو راه دخل السجن وانا فتحت له هادي دخل هاو ما هادو عاوتاني تكري يلاه دخل دابا شوف فين مشى شوف راها خاوية بلاصة ديال ديك الزويجة بايضة نسي وديرو فين هي راه هي عرفتي علاش كيما هاد الصوت الاخوان بحال الزواطة عندو في دخمو هاهما الاخوان جوج زويجات لي بقاو ديك الزويجة قهوية هاد الزويجة بيضة الخينيسي دخل هادو خوتي وناود بحال قايل هادو وختني اما اخرين هانية نخليهم ساعة نطلع الاخوان و اذا بغاو شي يدخلوا لي دابا ساعة نطلع القاهم باغيين يدخلو نفتح له الباب ويدخلو فهمت هاهي هاد الزويجة هاد نتيوا كحلا هادي بلاصة ديال هادو وهي هنايا لقات العش معوض عجباتها بلاصة ولكن دابا يطلعو عادي يوريوها الشغل نهزو نسيوا الاخوان حطوها هنايا الفكر ديالها عيتبع هذا ما يعطلهاش ها انتم شتو هادشي اللي كاين في هاد الفيديو اخوتي نتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساوش الاخوان تشتركوا معنا في القناة باش نكبروا هاد العائلة اقربنا الاخوان نوصلوا للهدف ديالنا واذا عجبكم الفيديو خليو معكم لايك والسلام عليكم.